كانت مهدا لأولئك الذين احتموا ولجوا بهذه المنطقة من أبناء المجاهدين في الشمال، واختلطت الدماء، دماء التحرير والجهاد. وها نحن اليوم، وها هو التاريخ يعيد نفسه، لنجتمع اليوم لجهاد كما قال المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. الحديث كان بدا قبل هذا الاجتماع، وهذا الحديث كان بدا صراحة من هذه تقريبا سنتين، اللي كان في انطلاقة لتحيين ديال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واللي طبعا وتفكير في التخطيط ديال الجهة، ديال جهة قلميم ودنون. وكان طبعا في ذاك الوقت كانت من غير المؤهلات ديال فيما يخص الطاقة الشمسية والريحية، والمؤهلات فيما يخص تسيير الشبكة، والمؤهلات فيما يخص القرب من الشاطئ والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، كاين طبعا مؤهلات أيضا فيما يخص الحكامة والتخطيط ديال الاستثمارات. فكيف ما قلت لابد أن تكون فيه استمرارية في هذه الميادين، فلذلك هذه الاستمرارية اللي كنشوفوا في جهة قلميم ودنون هي طبعا مؤهل جد مهم، إضافة طبعا للمؤهلات اللي كتعرفوا والأرقام اللي شفتوا فيما يخص الإمكانيات ديال الاستثمارات اللي كاينين في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق. Acteurs de la région se prennent en charge pour identifier.